بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، دعاء المجلس. كل واحد منا خلال يومه 24 ساعة يجلس في أماكن متعددة ويطرح أحاديث متنوعة ومواضيع متنوعة، سواء في بيته، عند أصدقائه، عند أقربائه، مع أهله، في الشارع، مع جيرانه، في العمل، في المدرسة أو الجامعة. فكل واحد منا يجلس عدة مرات كل يوم في أماكن مختلفة، هذه طبيعة الحياة. ولكن أحيانا الإنسان يتكلم بكلام فيه نميمة على الآخرين، فيه أذى للآخرين، يتحدث بكلام فارغ، نكت ساخرة، يتحدث على فلان أو فلانة، ينسى أن يذكر الله. والنبي حذر من كثرة الكلام بغير ذكر الله لأنها تقسي القلب. طيب، أخطاء المجلس كيف نمحوها؟ دعاء علمنا إياه الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. دعوني أولا أقرأ لكم هذا الحديث ثم نتأمل ونتدبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. سبحان الله، كلمات قليلة جدا، لا تتجاوز السطر الواحد، ولكن فيها خير كثير، كثير من الناس يغفل عنه. أخي الحبيب، أي مجلس تجلسه، سواء في محل، في مكان، في بيت، في مقهى، في الشارع، في أي مكان، دائما عندما تختم هذا المجلس وتريد أن تغادر، تذكر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. بهذه الطريقة ستضمن أن صحيفتك يوم القيامة لن يكون فيها أخطاء إن شاء الله، لن يكون فيها كلام بذيء، كلام فاحش، لهو عن ذكر الله، كلام فيه أذى للآخرين. سبحانك اللهم وبحمدك. إذن أنت هنا تنزه الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك تحمد الله، أشهد أن لا إله إلا أنت. لأن المجالس أيها الأحبة يحدث فيها بعض الشرك أحيانا، ليس بالضروري أن يشرك الإنسان، أن يشرك مع الله إلها آخر أو صنما يعبده، لا، قد يشرك مع الله المال، قد يثق بفلان أكثر من ثقته بالله، قد يحب شخص من الأشخاص أكثر من محبته لله، قد يهتم بصديقه أكثر من اهتمامه بتعاليم الله. كل هذه أنواع من الشرك الخفي الذي يعني هو من اللمم، يغفره الله إذا قال الإنسان هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه عبارة التوحيد، أنت شهدت أنه لا إله إلا الله، وتختم: أستغفرك وأتوب إليك. إذن يا رب، أنا أستغفرك، أي أطلب منك المغفرة، وأتوب إليك عما بدر مني من أخطاء، من كلام في حق الآخرين، من لهو عن ذكرك، من أذى أو إساءة ارتكبتها بلساني. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يعني لسانك هذا هو الذي يدخلك الجنة أو النار، لأن الإيمان صحيح هو في القلب، ولكن يحتاج لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي باللسان. الصلاة وكل العبادات تحتاج إلى ذكر، وهو باللسان.
المعصية أيضا تحتاج إلى كلام. لكي تعصي الله ستكذب، ستنافق، سترتكب الموبقات، ستغش، ستخدع، كله يحتاج إلى كلام. إذن هذا اللسان أخي الحبيب يمكن أن يكبك على وجهك في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية، ويمكن أن يرفعك إلى أعلى الدرجات، إلى مرتبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فلذلك هذا الدعاء يعني مهم جدا أن تتذكره، لا تنساه أبدا، وكل يوم يجب أن تقوله عدة مرات. أولا تنزه الله، سبحانك اللهم وبحمدك، تنزه وتعظم هذا الخالق العظيم، أي كأنك تقول يا رب أنت أعظم من كل البشر وأعظم من هذا المجلس، وأنا أحمدك الآن أنك أعطيتني الصحة وأعطيتني نعمة الكلام، نعمة البصر، نعمة السمع، أشهد أن لا إله إلا أنت، أنا يا رب أعترف أنك أنت الإله الوحيد في الكون المتصرف في كونه، لا أشرك معك أحدا، أستغفرك وأتوب إليك، يا رب اغفر لي ما بدر مني، وتب علي فأنا تبت إليك، أي رجعت إليك، وإلى الله ترجع الأمور. إذن أخي الحبيب هذا دعاء مهم جدا وهو قصير جدا، احفظه كما تحفظ اسمك، وكرره كل يوم عدة مرات، وإن شاء الله ستمحو به أخطاءك وما بدر منك من كلام في حق الآخرين أو في حق الله، وستجد ستلقى هذا فوائد هذا الدعاء يوم القيامة عندما تلقى كتابك بيمينك إن شاء الله، وتجد فيه أجمل الكلام، وتجد أن كل الكلام التافه أو الكلام الذي لا يرضي الله تجد أنه محي تماما ببركة هذا الدعاء، وتفتخر بكتابك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم من الفرحة، يعني انظروا، اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الجنة جميعا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.